الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ حمزة النصيري من ثانوية الفارابي التقليدية مديرية فقير صالح. نعم نواصل تقديم دروس الرياضيات لمستوى جيد المشترك الكلمي. نعم قد توقفنا في الفيديوهات السابقة عند هذا التعريف اللي هو تعريف تساوي دالتين على عدديتين. فكما رأيتم من قبل فعند خلق أو إعطاء معنى لكائن ريادي معين فنطرح سؤال ما معنى تساوي كائنين رياديين مثلا أعداد جذرية. فعند تقديم أعداد جذرية أو الأعداد الكسرية طرحتم سؤال تساوي عددين جذريين، فإنت تقول أن عددين جذريين تساويين، وكذلك تطرحوا سؤال مثلا شنو العمليات اللي ممكن نعرف عليها الأعداد. نفس الشيء نرسم مثلا بالنسبة للمتجهات، المتجهة هي واحد الكائن الريادي كما قدمته تضم ثلاث معلومات، تضم الاتجاه والمنحى والمنظم، فتساوي المتجهتين عرفناه هو تساوي هذه المعلومات الثلاثة. نفس الشيء بالنسبة للدوال، دوال عطينا تعريف للدالة هي علاقة من R نحو R أو العلاقة تربط كل عدد X أكثر بعدد واحد يسمى صورة هذا العدد. فهنا سنتطرق لتساوي دالتين عددين تعطي معنى لهذا التساوي، وهو سنعمل عليه طيلة ثلاث سنوات ثانوي تأهيل، فيما بعد ستجدون تعاريف أخرى. نعم والذي يهمنا هذا التعريف. نقول أن دالتين F و G متساويتين ونكتب F يساوي G إذا كان لهما نفس مجموعة التعريف. أنا غادي غير نقرأ الشيء مكتوب هنا وهي طريقة أخرى من غير هادشي مكتوب. نقول أن دالتين متساويتين ونكتب F يساوي G إذا كان لهما نفس مجموعة التعريف ولهما نفس الصور. فلاحظوا معي هنا هذا رمز يساوي استعملناه ثلاث مرات، ولكن يوجد اختلاف كبير بين هذه الاستعمالات. فالاستعمال الأول هذه تساوي الأولى هي تساوي الدوال، يساوي الدوال هذا تساوي دالة. أما يساوي الثانية فهي يساوي تساوي مجموعتين ولها نفس ما لها معنى آخر، وتساوي مجموعتين يعني أنهما نفس العناصر، ممكن أن تختلف كتابتهما ولكن ممكن أن تختلف كتابة هذه العناصر ولكن نفس عندنا نفس عناصر تساوي مجموعتين يعني تساوي عناصرين. ولاحظوا معي هنا لكل إكس تساوي دي إف راهي تنجم نعم تبع هذا التعريف. فراهي ما يخلي إكس كما قلنا هو عدد، لأن كملاحظة إف وجي دالتين عدديتين، فمعنى دالتين عدديتين يعني الصور اللي تعطيونا هي أعداد حقيقية. يعني F X و G X هما أعداد، إذا يساوي عندنا هي تساوي عددين. حاولوا تقاطعوا هذا الاختلاف، فهنا تساوي دالتين معناه تساوي مجموعتين تعريفهما، وكذلك تساوي الصور لكل X من F، فـ X له نفس الصورة بالدالة F ونفس الصورة بالدالة G. نعم في هذه الحالة نقول أنهما متساويتين، لكن لاحظوا معي عدم تساوي هاتين الدالتين يعني العكس، يعني أن هذين الشرطين غير محققين. لاحظوا معي أو لا هذا الشرط غير محقق، وهذا الشرط مكون من شرطين، فتساوي الدالتين يعني أنهما نفس مجموعة التعريف ونفس الصور. عدم تساوي هذين الدالتين يعني ليس لدينا هذين الشرطين على الأقل واحد ما قاش صحيح، يعني باش يكون هذا الشيء صحيح خاص يكون هذا وهذا، هذا الشيء المعنى ما صحيحش، إذا واحد فيهم مختل، إذا هذا المعنى أو هذا. يعني ليس لهما نفس مجموع التعريف أو ليس لهما نفس الصور. نشوفوا نطلقوا غير هذا، ليس لنا مجموعة نفس مجموعة التعريف يعني دي اف وخارج دي جي، فدي اف يساوي دي جي قلنا معناه هو أن لهما نفس العناصر كيف المجموعة هما نفس كيف المجموعة. عدم تساوي هاتين المجموعتين يعني أن أكيد على الأقل يوجد عنصر إكس ينتمي إلى هذه المجموعة ولا ينتمي إلى هذه المجموعة، أو يوجد عنصر هنا لا ينتمي إلى هذه المجموعة. نعم، وشوفوا معي تحقق هذه الخاصية كيف تكون لكل إكس من دي إف عندنا إف إكس يساوي جي إكس، جميع عناصر هذه المجموعة تحقق هذه العلاقة. فنفي هذه العبارة كما تشوفوا في درجة المنطق أو لعدم تحقق هذه العبارة يعني أن واحد على الأقل واحد فيهم ما تحققش هذا الشيء.
وغنشوف واش يمكن. اذا هذه العباره ما توصلها اذا وجد اكس لا ينتمي عفوا الى الدهاف لا يحقق هذه العباره، وبالتالي غادي نلخصها شي بيت. فتساوي دالتين يعني تساوي مجموعتين تعريفيهما وتساوي الصور. عدم تساوي هاتين المجموعتين انت غنقول انها جوج الدوال عفوا غير متساويتين اذا لم تكن لهما نفس مجموعه التعريف او وجد عدد له صورتين مختلفتين بدالتين اخرى جمع. بعض الامثله غنشوفو طبعا ليهم جوج، بعض الامثله مع اللي غنديرو التساوي تساوي ما بين، غنشوفو امثله ديال جوج الدوال اللي غيكونوش متساوي. الحاله الاولى اللي غنشوف غيكون عندنا هذا الشرط مختل، وفي الحاله الثانيه غادي يكون عندنا اختيار هذا الشرط. تمام، لاحظوا معي هنا الداله الجاي كتساوي اكس، كتاب بسيط فقط هي لتثبيت هذا المفهوم مفهوم تساوي دالتين، واش جاي في اكس تساوي اكس زائد على اكس. اذا هذه داله حدوديه، اذا مجموعه التعريف ديالها هي لا ما كاينش شي عدد اللي تيخلق لنا حساب الصوره ديالنا تخلق لنا اشكال، اذا مجموعه التعريف هي لاحظوا معي هذه الداله اكس وسكنان على اكس، كاين اللي غيقول لي غيختزلوا غتولي هي اكس على اكس على واحد، غيختزلوا اكس غتبقى اكس، لا غتولي هي جد. لا، هنا في الاختزال ضروري ان يكون العدد الذي نريد ان نختزل به غير منعم غير معدوم، ما عندكش الحق انت تختاز به الا اذا كان غير معدوم. اصلا حنا مازلنا في بدايه تحديد مجموعه التعريف، ولتحديد مجموعه التعريف ما كنوضعوش الشرط ديال الاختزال، وانما كنوضعوا الشرط انت عندنا القدره على حساب الصور. اذا مجموعه التعريف اذا خاص المقام خاص يكون يخالف الصفه، اذا مجموعه التعريف هي ار اش ام 1. علاش غنستنتجو؟ ما عندناش نفس مجموعه التعريف، اذا الدي اف تخالف الدي جي. ما عندناش نفس مجموعة التعريف، لان دي اف مخالف دي جي. الخيار في البين وهو انه يوجد عنصر في هذه المجموعة غير موجود في هذه المجموعة وهو الصفر صفر. نعم، اذا اف تخالف جي، اذا دالتين اف وجي غير متساويتين. لماذا ليس لدينا تساوي؟ لانه مجموعة التعريف مختلفة. نعم، اذا راح نعيد هذا المثال الثاني. نعتبر دالتين اف اف تساوي والجي تساوي، تم دالتين حدوديتين اذا مجموعتين تعريفهما هي احد. اذا عندنا نفس مجموعة التعريف اف تساوي دي اش. نعم، وهنا غيطرح اشكال كبير في الفهم. كيف ما قلنا هذا يساوي هو التساوي ديال مجموعتين تعريف، مجموعتين تساوي مجموعتين، لأن هذه تساوي هذه هي تساوي دالتين. ولكن نحن الآن بالصبر طرح هذا السؤال اف يساوي جي، لا أنكم تفهموا هذا الشيء تنقول، طرحوا هذا السؤال تساوي دالتين، وشفتوا أنتم في الدرس ديال الحدودية تساوي حدوديتين، واش هذاك المعنى ديال تساوي حدوديتين نفس عنده نفس معنى تساوي دالتين؟ فكيف ما شفنا من قبل تساوي حدوديتين يعني تساوي حدودهما عفوا معاملتهما، هذا هو معنى تساوي دالتين. لكن الان نحن بصفه معرفه تساوي دالتين والاشكال عندنا نفس الترميز، اذا ما كانش عندهم نفس المعنى تساوي الدالتين تساوي هذين التعريفين كدالتين هو نفس تساويهما كحدوديتين غادي عندنا اشكال بهذا المثال، ولكن لحسن الحظ غنصيبو نفس المعنى نفس المعنى. نعم، لاحظوا معي هنا تساوي دالتين يعني تساوي مجموعتين تعريفهما وتساوي تساوي الصور. نعم، فهنا لاحظوا معي نفس مجموعة التعريف، غنطرحوا السؤال واش عندنا نفس الصور؟ فهنا انت مزيان باش نطرحوا هذا السؤال، ممكن انا كان طريقة مثلا غتبان ممكن نطرح هذا السؤال مثلا ليكون اكس ينتمي للبعاد ديال واحد ونحسب الفرق اف اكس ناقص جي اكس، شوف شحال يساوي، نشوف واش فعلا يساوي الصفر، واش فعلا يساوي الصفر كيف ما بغا يكون اكس، إذا كان يساوي الصفر إذا هذا كتساوي هذا. نعم، الفرق هنا مثلا غتشوفوا غير هاد بلوك اكس شحال غتولي لي؟ خمسة، نعم غتولي اكس وسيدنا خمسة، هذه ناقصة غتولي لنا
هي نعم سنان. نعم لدينا هذا العدسة ناقص هذا يسمى الحال أن هذا ناقص هذا ناقص 5 إكس وهنا ناقص 4 ناقص 4 يساوي 5. واش هذا الشيء يساوي الصفر لكل إكس في آن؟ لا إذا جبنا مثلا إكس يساوي الصفر كعدد أصبح يخالف الصفر شديك مثلا إكس يساوي 1 واحد ناقص 2 ناقص 5 ناقص 7 زائد يساوي ناقص 6 يخالف الصفر. واش هذا الشيء يساوي الصفر لكل إكس في آن؟ لا. إذا أنا ملي غيبان لي هاد الشيء كيما ما نحسبش أنا كاع هاد الحساب، يجي فقط أرى الصورتين اللي تيبانو ليا وما عرفناش نفس الصورة. مثلا شوف راه باين بيتي بصغير والصغر، عطيت لك الصغر حاطين أنا هنا لقيت شحال كتساوي 4 جيت تساوي ناقص 4 ناقص 1 ما عندوش هاد الكاس ديال إكس ديال هاد. إذا لدينا شوف مزيان إف لي صفر شحال كتساوي نحسبو إكس إف صفر خطايا 4 و جي لي صفر نفس العدد إكس صفر ناقص 1 إذا إف بي صفر يخالف جي صفر. واش هذا التصحيح؟ واش هذا العبارة تصحيحة؟ أن عندنا التساوي لكل إكس من دي إف؟ لا. فصنع واحد العدد ليس معندوش نفس صورة الدالتين. إذا مبقاش عندنا التساوي ما بين الدالتين إف و إف واش. إذا غنطرح هذا السؤال باش غنعرف أنا هذا الصفر. باش غنعرف انا هذا العدد اللي ما عندوش نفس الصوره بالداله اف، فكطريقه عمليه هي درس مقرر، غنحسبوا الفرق، إذا كان الفرق يساوي الصفر غير مرتبط بإكس بقيمة إكس، فهنا عندنا تساوي بين اف إكس مع جي إكس، إذا كان تيبان لنا أن ذاك الفرق مرتبط بإكس، فتيبقى إكس ساعة تعطي بعض القيم إكس التي من أجلها يكون الفرق مخالفا للصفر، إذا باش نستنتجو، إذا اف وجي غير تساوي اف يخالف كما قلت هذا الاختلاف هو اختلاف دالتين اختلاف دالتين اف يخالف جي كدالتين غنشوفوا واش فعلا مختلفتين كحدوديتين فكما قلنا حدوديتين ماشي كون تساوي خاصك عندنا نفس العوامل فنشوفوا العوامل هذه هما مختلفين نصبنا عامل مختلف هذا العامل المخالف هذا اذا الحدوديتين مختلفه مختلفتين نعم مزيان كنظن ان هذا الشيء راه واضح نشوفوا هذا التعريف وتعريف لمنحنى دالة لتكن إف دالة عددية فالتعريف دالة عددية هي علاقة بين إف و إف تربط كل عدد حقيقي على أكثر عدد حقيقي هو واحد ننسب المستوى بي مستوى بي شكون شكون هو المستوى فقط نأخذه في أي مستوى نعم مثلا المستوى فهو هذا الشيء كتشوفوه من الصبورة هذا الشيء كتشوفوه من الصبورة أش كتشوفوه كتشوفوه الطول والعرض ما كتشوفوش السم فهذا هو المستوى ولكن غير محدود نفس الشيء بالنسبه للمستقيم فهو هذا الخط هذا ولكن كناخذ معايا جزء اللي نخدموا منه نخدموا عليه ولكن فعلا هذا غير ممتاز غير مشدود من طرفين نعم ننسب المستوى بي الى معلم اخ و اج فقط معلم انا نطرح انا نذكر بهذا التعريف معلم فمعلم المستوى اخ و اج هو معلم المستوى يعني فقط او نقطه بهذا المستوى و اي و جي متجهتين غير مستقيمتين فلتكوين معلم المستوى يجب اعطاء متجهتين غير مستقيمتين لان في حاله اذا كانت هاتين المتجهتين مستقيمتين فهنا كما شفنا في درس مستقيم في المستوى الاولى معلمه المستوى فاذا كانت متجهتان مستقيمتين فجميع النقط تنتمي المستقيم الحامل لهاتين المتجهتين يمكن تعبيرهما بهاتين المنتجتين، أما جميع النقط الأخرى فلا يمكن كتابتها بدلالة إي و جي، ولكن إذا كانت هاتين المنتجتين غير مستقيمتين فنصطف على حامل المنتجة الأولى وحامل المنتجة الثانية، نعم المارلين أو في المارلين أو، وسنجد أن جميع النقط لها إحداثيات إكس وإي واحد واحد. نعم هذا هو تعريف معنى في المستوى وهو ان او نقطه واي او جي متجهتين غير مستقيمتين منحنى الداله اف او التمثيل ببيان الداله اف هو جزء من المستوى بي هو جزء من المستوى بي نرمز له بالسي اف نقول بلا فونكسيون اف والمعرف بما يلي هو جزء من المستوى المستوى مش مكون من نقط اذا النقط لان احداثيات اكس اف بي اكس ينتمي لها بي لان لا لاحظت دخلنا واحد الشرط أن هذه النقط هي باش نكتبوا إحداثية الدالة، تكتبوا باش إكس إف إكس، الأردون والصورة في صورة، وكشرط باش نكتبوا الصورة.
سوا كونسول كونسول خاص يكون تحتوي دي دي اف مجموعه تعريف الداله اف، وبالتالي سي اف هو جميع نقط المستوى او عفوا مجموعه نقط المستوى التي افاصيلها تنتمي الى الدي اف والتي هي صوره افاصيلها للداله اف، او بتعبير اخر نقطه من المستوى تنتمي الى سي اف يعني ان المفصول ينتمي الى مجموعه التعريف والارتب وصوره مفصول الداله اف. نعم فكتمثيل لكي تطلعها هذا المعنى مثلا كتشوفوا انتم من قبل في درس الدوال السنه الثالثه الاعدادي الدوال التالفيه وشفتوا بان درس الدوال التالفيه فتمثيلها يعني هو مستقيم يكون ما بين اصل المعنى اذا كان مفصول عند الاصل يساوي الصفر. فالعرض هنا مثال بسيط في الحاله العامه مثلا صف هو جزء من المستوى بحيث كل نقطه من نقاطه كل نقطه من نقاطه إذا كان مفصولها x فأرتبها f ل f x. نعم وبالتالي هذا الجزء نعطيه بعض الملاحظات هذا الجزء لا يمثل إلا على الأعداد التي تنتمي إلى مجموعة التعريف عفوا لا يضم إلا نقطا أفاصيلها تنتمي إلى مجموعة التعريف والصور تكون عفوا والأعداد هي الصور التي الأعداد بالدالة f. نعم مثلا نكمل نعطيو بعض الملاحظات في ملاحظة بسيطة اشوف معايا إذا خديت مثلا مستقيم دي ملاحظة شرعية مستقيم دي ذو المعادلة إكس يساوي أ بحيث أ ينتمي إلى إف هذا المستقيم فتعريفه هذه معادلة مستقيم في مشكوك درس المستقيم موازي لمحور أ الآلتي أو بتعبير آخر ممكن توقع بهذه الطريقة هذه مستقيم دي هو المكون من جميع نقاط المستوى التي أفصلها يساوي أ يعني جميع نقاط المستوى التي أفصلها يساوي أ مثلا كان أ هذا جميع النقط هو هذا المستقيم الموازي للمحور الآلتي والذي يمر من هذه النقطة التي أفصلها أ يعني جميع نقاط جميع نقاط هذا المستقيم فأفصلها يساوي أ فهنا غنطرحوا هذا السؤال ما هي نقطة التقاطع أو مجموعة التقاطع المستقيم دي مع السي اف نعم ممكن يطرح لنا سؤال حدد مجموعة أو لا نقط أو مجموعة تقاطع السي اف مع هذا المستقيم ممكن نعبر عليها بطريقة أخرى حدد مجموعة نقط تقاطع السي اف مع المستقيم دي أول شيء مستقيم دي هو النقط التي أفصلها يساوي أ إذا غطرحنا السؤال بطريقة مثلا حدد نقط السي اف التي أفاصيلها تساوي أ إذا النقطة M هذه ذاتية إكس إيكغيك لكي تنتمي إلى التقاطع تنتمي إلى السي اف تقاطع دي يجب أن يكون أفصلها أول شيء ينتمي إلى دي اف أول شرط و إكس هذه المجموعة عندها نقطة M تنتمي لهذا المستقيم اللي هو نقط CF نقط المستوى التي أفصلها يساوي أ إذا إكس يساوي أ زين وهذه النقطة يجب أن تنتمي إلى CF ما معنى تنتمي إلى CF يعني خاص الأرتوب يكون هو صورة أفصل الدالة F يعني خاص إيكغيك يساوي F ل F إكس وبالتالي خاص يكون عندنا آخر أن إيكغيك يساوي F ل F إكس نجيبوا هذا الشيء كامل خاص يكون عندنا إكس ينتمي إلى دي إف إكس راهو أ نجمعوا هذو جوج بلاص وعندنا أ ينتمي إلى دي دي إف و إيكغيك يساوي إف إكس إف إكس هو نعم هو أ إذا إيكغيك يساوي إف ل أ فشنو معنى أعطيت أ ينتمي إلى إف إذا كان أ ينتمي إلى دي إف فعلا يوجد تقاطع غير حد من إذا كان أ لا ينتمي إلى دي إف إذا هذا الشرط لم يتحقق إذا هذه ما كانتش عندها المجموعة فارغة تقاطع مجموعة فارغة إذا كان لا ينتمي لمجموعة التعريف فالتقاطع مجموعة فارغة، وإذا كان ينتمي كان أ ينتمي لمجموعة التعريف فلاحظوا معي فالنقطة النقط هذه النقط اللي هما تنتمي لمجموعة التقاطع غادي يكون عندهم أرسطو تساوي أ والأرسطو هو إف لهم فلاحظوا معي أ راه نقطة من العدد والصورة كيف تكون؟ صورة وحيدة إذا نتحدثوا على نقطة وحيدة لأننا ممكن نصيغها خاصة من الملاحظة فإذا وجد تقاطع ما بين السي اف ومستقيم موازي محور الآلة فهذا التقاطع هو نقطة وحيدة نعم
نعم وكمثال هو التقاطع مع محور الألم التي غندير دابا العكس ونعطيو مستقيم معادلته إلى يساوي أقي أن هنا هو المستقيم آخر مستقيم دي معادلته إلى يساوي العدد بي فهنا لاحظوا معي بي ينتمي إلى أ فهذا المستقيم يمكن قراءته بهذه وجميع نقاط المستوى التي ارتبها يساوي البي حينما تنبه هنا مثلا فهذا المستقيم هو هذا المستقيم موازي لمحور افا افا سي فجميع نقاطه كتساوي الارتب ديالها كيساوي بي يلا لاحظوا معايا هنا غنطرحوا السؤال التقاطع التقاطع كما عندنا في المعقول ديال المستعرضه فالتقاطع ام الذي هي اكس اكراي تنتمي الى التقاطع بين دي والسي اف اش كيعني كنطرح هذا السؤال قلت لكم يحدد نقط حدد نقط السي اف التي ارتبها يساوي بي نقط السي اف يعني تنتمي السي اف يعني خاص اكس تنتمي لدي اف و اي يساوي اف دي اكس هذا يعني الانتماء الى السي اف و الارتب يساوي بي يعني ان اي يساوي بي لعند نجمع هذا الجوج باش نعطينا اكس ينتمي الى دي اف و عفوا y يساوي بي و y يساوي بي اذا اف اكس يساوي بي وبالتالي نقط تقاطع السي اف مع هذا المستقيم هي نقط المستوى التي افاصيلها تنتمي الى دي اف و صور هذه الافاصيل هو العدد بي وبالتالي لتحديد هذه النقط يجب تحديد فقط اكس و اكس راجع لكم غادي تحل المعادله اف اكس يساوي بي وبالتالي نقط التقاطع هي النقط التي تنتمي الى عفوا الى هي النقط التي وحداتها ترتب على شكل اكس اف لي اكس بحيث اكس يحقق هذه المعادله اف اكس يساوي بي و اكس ينتمي الى دي اف نعم وعرفت بان المعادله راهي حلوه كيكون عندها امثله لمبسط في حل هذه المعادله نعم غادي نعطيو واحد مثال في معالجه هذه الاسئله نعم بسيطة لدينا هذا المثال نعتبر هذه الدالة اف معرفة مثلا التعليم فقط التعليم البسيط لكي نعالج هذه الأسئلة التي تطرقنا لها بشكل نظري أول شيء حدد سؤال حدد مجموعة التعريف تطرقنا في فيديوهات سابقة لتحديد مجموعة التعريف تعبير في القيمة المطلقة طبعا القيمة المطلقة معرفة على اف وبالتالي مجموعة التعريف هي يعني ممكن نطرحها ممكن نجربها اولا دي اف يساوي اف يعني ما فيها حتى شي صوره لا يوجد اي عدد يخلق لنا اشكال في حساب صورته نعم ثانيا حدد نقط السي اف التي ارتبها يساوي اثنان يعني حدد نقط السي اف التي ارتبها يساوي ناقص عفوا اثنان يعني مثلا كان من معالجه هذا السؤال مثلا نقط السي اف التي ارتبها يساوي اثنان اذا لنحدد نقط ام ذات الاحداثيه تساوي مزيان يعني غادي نحاول نرجعوا كل معطى نقط السي اف التي ارتبها يساوي ناخذ الارتب يساوي اثنان يعني الارتب معطى يعني تبقى لي افصول لنحدد الافصول ذات الاحداثيه اكس اثنان وغادي نزيدوا ان هذا ينتمي الى السي اف بحيث نعم ماذا تشير يعني ان تنتمي السي اف ان هذا الارتب يساوي سوى الافصول يعني ان اثنان يساوي اف لي اف اكس نعم لاحظوا معي كيفاش ترجمت انا لنحدد نقط السي اف التي ارتبها اثنان النقط التي ارتبها اثنان ما تبقاش تحدد ارتبها بقايا الافصول ولكن انتماء الى السي اف يعني ان الارتب هو صورة الافصول بالداله اف يعني اذا لدينا حلقه في مهدي نعوض اف اكس تعبيرنا غتولي عندنا القيمه المطلقه اكس ناقص 5 يساوي 2 اذا حاول لا تنقلب على اكس القيمه المطلقه اكس تساوي لو رجعنا غتولي 7 اذا هذا العدد قيمته المطلقه تساوي 7 مسافته على الصفر تساوي 7 اذا فهو يساوي 7 او ناقص 7 يعني اكس يساوي 7 او اكس يساوي ناقص 7 اذا ما هي القيم الممكنة أو شكون هما النقط التي تحقق هذين الشرطين انتماء إلى السي إف والأرتب يساوي 2 هي النقط التي أفاصيلها إكس وأرتبها 2 بحيث إكس عنده قيمتين ممكنتين إذا
ماشي ناخذ ان سنه وام واحد، ان هذه ثلاثيات خصنا ناخذ الحل الاول، 7 اثنان و ام اثنان، هذه ثلاثيات ناقص 7 اثنان، ما هادش النقط هادو تنتميان الى السعف و اوتوهما يساوي اثنان، اوتوهما عطيكم هنا اش غنقولو تنتميان، ولكن هنا غير التعبير غير دقيق، لان فاش نقولو اذا لو كتبت هذا التعبير إذا ام واحد و ام اثنان هما نقطتان تنتميان إلى السعف و أوتوهما يساوي اثنان، تبقى تطرح السؤال واش فقط كاين غير هما؟ فعلا كاين غير هما، لأن خا هذا المعنى خاصو يتضمن في التعبير ديالي، إذا شغنقولو مثلا ام واحد و ام اثنان هما نقطتي السعف اللتين أوتوهما يساوي اثنان، اثنان هما نقطتي السعف لكن كاين غير هاد جوج نقط، عم نقول السؤال الثالث، حدد نقط السعف التي أفصلها يساوي ناقص ناقص واحد، التي أفصلها يساوي ناقص واحد، غنحاول نجاوبو عليه شفهيا مكيناش نضيع ديال الوقت، فلاحظوا معايا نقط السعف التي أفصلها يساوي ناقص واحد، لأن هاد النقط مايكونش شمل، ناقص واحد أفصل تحدد، وهنا تبقى يكون تحدد الأرتوب، ولكن الأرتوب مادام هي نقطة تنتمي للسعف، الأرتوب غيكون هو الصواب، وصلنا غتولي عندنا إف ناقص واحد، ناقص واحد، إف ناقص واحد غتولي عندنا غير صورة واحدة، الإم ناقص واحد، نعرفو إكس ناقص واحد، فضينا إم ناقص واحد هي هو واحد ناقص خمسة هي ناقص أربعة، إذا هذه هي النقطة الوحيدة التي أفصلها يساوي ناقص واحد ناقص واحد، وبالتالي كما قلنا من قبل في هاشي قدر الأول، فالتقاطع مع مستقيم موازي للمحور أو عند تحديد مفصول قيمة المفصول لا توجد إلا نقطة واحدة إذا وجدت فهي وحيدة تنتمي إلى سي إف وإلى هذا المستقيم. نعم سأكتفي بهذا القدر، وفي الفيديو الموالي إن شاء الله سنتحدث عن حل بعض المعادلات والمتراجحات باستعمال التنتمي الياني لبعض المعادلات العددية، فإلى ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.